أطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها والسر المستودع فيها بعدد ما أحصاه علمك وأحاط به كتابك، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء، لا صبر يا ابن العسكري فشرعة الهادي النبي استنصرت أنصارها، هدمت قواعدها فطاح منارها، فأقم بسيفك ذي الفقار منارها. مولاي مولاي ما سن الضلال سوى الذي هجموا على الطهر البتولة دارها، منعوا البتول عن النياحة إذ غدا تبكي أباها ليلها ونهارها، قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها، رضوا سليلة أحمد بالبار يا صاحب العصر يا صاحب الزمان، رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارا، عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارا، قادوه والزهراء
تعدو خلفه. سيدي ومولاي هاي الأبيات قاسية فاعذرني على قراءتها. قادوه والزهراء تعدو خلفه عبرا فليتك تنظر استعبارها. سيدي يا صاحب العصر والعبد والعبد وينهم أحباب فاطمة والعبد سوى دمتنها فاستنصرت أسفايا فليتك تسمع استنصايا يا 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 رهام. ماتت وآثار الصياط بمدنها. يا ليت عينك عاينت آثارها يرى عثار فات الثار دنشر رايتك وضاع تدري والخبر عندك بصير الباب شتكسر تدري والخبر عندك من بعد الرسول الصار صار الحكم لعداكم وظل جدك جليس الدار تدري من وجر وباب الزهر جدتك بالنار هاي قلوبنا للسيف ذيك النار تتوجه من نار القلوب انهيج غيرك مالنا شاره اللومك واحنا ندري شلون قلبك تلتهب ناره ندري بيك من تذكر صدر أمك ومسماره تهيج وتنتظر رخصة من الله تريد بس تضاء. يقسم السيد بهذا القسم الله يرحم السيد باقر الهندي يقسم بهذا القسم العظيم يقول يا رب قلوبنا ضاقت حسرا جرب ثر حسرا عجل فرج والينا بجاه الضليع وبكسرة بجاه الصقيط ومصابة بجاه البيضعت الزهرة المتنها من الضرب مسويد وخدها من اللطم محمر تقل ابويا ابويا يا ابويا امر على عبد ضربني ضربني ومن ضربته للقاع ذبني لانكسر قلبه ولا رحمني يا من الناس ما واحد يا دحشة يا مني ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. رحم الله من قرأ الفاتحة وأهدى بثوابها إلى السعيدة الفقيدة. الفاتحة. بسم الله. لسلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. المال يعمر الحياة الدنيا، فمن يمتلك المال يكون مقتدرا من الناحية المادية، فيستطيع أن يؤمن احتياجاته المادية. وأما الآخرة فيؤمنها الإنسان بواسطة العمل الصالح. المال بحد ذاته بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى، إذا امتلكه الإنسان يستطيع أن يؤمن الجانب المادي من الحياة، الجانب الدنيوي إن صح التعبير. ولكن المال بحد ذاته لا يكفي لأعمار الآخرة. نعم، نستطيع أن نحول المال إلى العمل الصالح، فالعمل الصالح به إعمار الآخرة. يقول إمامنا الهادي سلام الله عليه: الناس في الدنيا بأموالهم وفي الآخرة بأعمالهم. الآخرة يطالب في الآخرة يطالب الإنسان بالعمل الصالح، وفي الواقع الإنسان يبني آخرته وهو في الحياة الدنيا. يعني إذا قام بالعمل الصالح فهو يبني آخرته. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء. وبالمناسبة معلومة لعلها تكون غائبة عن أذهان الكثير من الناس، النبي صلى الله عليه وآله لم يعرج به إلى السماء مرة واحدة، بل عرج به إلى السماء عشرات المرات كما يستفاد من بعض الروايات. من تلك الروايات الرواية التي يرويها صاحب كتاب بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار، وهو من أعلام هذه الطائفة، يروي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: عرج بالنبي صلى الله عليه وآله 120 مرة، وما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة من ولده بأكثر مما أوصاه بالفرائض. إذن يستفاد من هذه الرواية أن للنبي صلى الله عليه وآله أكثر من عروج، 120 مرة عرج به إلى السماء صلى الله عليه وآله. واحدة من تلك المرات يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان. قيعان جمع قاع، والقاع الأرض المنبسطة الخالية،
ليس فيها شجر ليس فيها بناء. ورأيت ملائكة يبنون، يقول النبي صلى الله عليه وآله، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فربما أمسكوا، فقلت ما بالكم أمسكتم؟ فيقولون ننتظر النفقة. يقول صلى الله عليه وآله فقلت وما نفقتكم؟ قالوا قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا قال بنينا وإذا أمسك أمسك. إذن يستفاد من هذه الرواية أن المؤمن يبني جنته وهو في الحياة الدنيا، لكن شريطة ماذا؟ شريطة أن يحافظ على ما بنى. شوف التعبير القرآني تعبير جميل، يقول فمن جاء بالحسنة، ومن عمل الحسن، فرق بين شخص يعمل الحسنة ولكنه لا يحافظ على الحسنة، وبين شخص يأتي بالحسنة يعمل الحسنة ويحافظ عليها. نحن مطالبون بالمحافظة على الحسنة، ليس بالضرورة من أنجز وعمل العمل الصالح يبقى هذا العمل محفوظا لهذا الإنسان، لا، على هذا الإنسان أن يكون حريصا. شوف أعطيك بعض الأمثلة، أحيانا يوفق الإنسان للصدقة لكن بعد ذلك يبطل صدقته بالمن والأذى، كما يقول القرآن الكريم ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن وفق هذا للعمل الصالح، الصدقة عمل صالح بلا شك ولا ريب، لكنه لم يوفق للمحافظة عليها، ما جاء بها إلى الآخرة. من هنا فعلى المؤمن أن يكون حريصا على إنجاز الأعمال الصالحة ويكون حريصا على حفظها وسلامتها حتى يأتي يوم القيامة ويرى نتاج ذلك العمل الصالح. في الرواية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يقول لأصحابه من قال سبحان الله بني، من قال سبحان الله زرع له بها في الجنة شجر، ومن قال الحمد لله زرع له بها في الجنة شجرة، ومن قال لا إله إلا الله زرع له بها في الجنة شجرة، ومن قال الله أكبر زرع له بها في الجنة شجرة. فقال أحد أصحاب رسول الله إذن ما أكثر شجرنا يا رسول الله، عندنا شجر كثير، عندنا بساتين إذن على هالحسب. فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولكن احذروا أن ترسلوا عليها حاصبا. شوف أنت قد توفق للعمل الصالح لكن عليك أن تحافظ على هذه الأعمال الصالح. أول مسألة تتعلق بالأعمال الصالح. المسألة الأخرى، متى يقال عن العمل بأنه صالح؟ مو كل عمل يصدر من الإنسان وإن كان بنظر الآخرين حسن لا يسمى صالح، إلا إذا توفرت في العمل ثلاث شروط. ثلاثة شروط، متى ما توفرت في العمل أو العامل حينئذ نقول عن ذلك العمل بأنه عمل صالح. أول شرط من تلك الشروط الإيمان في العامل، إذا كان العامل مؤمنا توفر الشرط الأول، أما إذا افتقد العامل الإيمان لا يقال له، لا يقال لعمله عمل صالح، وإن كان حسن في نظر الآخر كان يستفيد منه البعض لعله. لذلك يقول القرآن الكريم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أرض بقيعة يعني قاع، شايفيت السراب من بعيد يترى يحسبه الظمآن ماء، لكن إذا وصل هذا الظمآن العطشان المسكين لم يجده شيئا.
شوف أعمال الذين كفروا كذلك. قد يقول قائل ليش نظرة الإسلام لأعمال غير المؤمنين غير الصالحين غير المسلمين بهذه المثابة؟ يعني هذا الإنسان الكافر الذي قدم الكثير الكثير لخدمة الناس أعماله كلها تذهب هباء منثورا. بعض لعله يعترض كذلك وفقط يتساءل. الجواب ببساطة، هذا المعترض أو المستشكل أو المتسائل يغفل عن مسألة مهمة جدا، وهي الوظيفة التي خلق الله الإنسان من أجلها. يجب أن ما نغفل عن الوظيفة. شوف أعطيك مثال بسيط يغنيني عن الإطالة، ما أريد أعطيك. أب يحب ابنه، خلص الابن الثانوية العامة، الأب يحرص على أن يحصل الابن على الشهادة الجامعية، فيعطيه المال، يقدم إليه المال، يقول له تفضل هذا المال حصل به الشهادة، روح ادرس تعلم. يأخذ هذا الشاب الابن المال ولكنه لا ينفقه في الدراسة والتحصيل، بل ينفقه على أمور أخرى مو سيئة، حسنة في نظر الناس حسنة. يذهب مثلا إلى الدكان أو السوق ويشتري بعض الأشياء المفيدة النافعة للدار، يشوف مثلا الأطفال بالطريق يريد يدخل الفرح والسرور على قلوبهم، فيعطي كل منهم قسم من هذا من هذا. أصحابه يريد يهم كذلك يدخل الفرح والسرور، يعطي. يعني ينفق تلك الأموال في تلك الوجوه غير المحرمة، حسنة لعلها تكون بنظر الناس حسنة، ولكنه لا ينفقها فيما أعطيت لأجله. بعد فترة يأتي هذا الأب، بعد 4 سنوات 5 سنوات ينتظر الأب أن الابن يأتي بالشهادة الجامعية، وإذا به يفاجأ أن الأموال صرفت في وجوه متعددة ولكنها لم تصرف في ذلك الوجه الذي أراده. ماذا يقول الأب؟ يقول أنا لم أعطك المال حتى تصرفه على موارد البيت، هل أعطيتك هذا المال حتى تذهب إلى السوق وتشتري احتياجات البيت؟ أنا أستطيع أن أؤمن هذه الاحتياجات. أنا أعطيتك المال لوظيفة، إذا لم تصرف هذا المال في تلك الوظيفة فأنت تستحق المحاسبة، تستحق المعاقبة مو فقط المحاسبة. شوف الله عز وجل خلق الإنسان في الحياة الدنيا لأجل ماذا؟ جل فقط وفقط يتمتع بمتع هذه الحياة الدنيا، أو لأجل أن يعمر الدنيا لأجل الآخرة؟ واضح جدا، الله عز وجل يطالب الإنسان بتعمير الدنيا لأجل الآخرة. يعني في الوقت الذي أنا مطالب فيه بأن أعمر الحياة الدنيا، أنا مطالب بأن أجعل هذه الحالة كسلم يوصلني إلى الآخرة. من هنا إذا جاء هذا الإنسان وجاء بالأعمال ولكنها أعمال تفتقد إلى الإيمان، إذن لا توصل هذه الأعمال صاحبها إلى الآخرة، لأن الوصول إلى الآخرة مشروط بالإيمان. إذن الشرط الأول الإيمان، لكن ما المقصود بالإيمان؟ هنا المسألة، الإيمان مو مجرد اعتقادات عقلية صرفة، فقط عقلي يسلم ببعض الأمور. الإيمان يعني التزام، الإيمان يعني الطاعة لله سبحانه وتعالى. قد يعلم الإنسان بالأشياء ولكنه لا يلتزم بها، وبالتالي لا يقال عنه. قصة لطيفة تذكر لهارون الرشيد، يقولون هارون الرشيد كان جالس مع أصحابي مع حاشيتي، فقال أشتهي أن أسمع حديثا من أحد الصحابة يرويه عن رسول الله بلا واسطة. قالوا له يا خليفة المسلمين ومن أين نأتيك بهذا الصحابة؟ خلافة هارون الرشيد سنة 170 هجرية،
يعني الفاصلة بين وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 160 سنة. إذا أتينا بأحد الصحابة لابد يكون عمره لا أقل 170 سنة، حتى يكون عمره 10 سنوات حينما سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون مميزا. فقالوا من أين نأتيك به؟ صعب جدا، مو مستحيل ولكن صعب. قال ابحثوا. أخذوا يبحثون، بعد مدة جاءوا إلى هارون، قالوا وجدنا واحدا ولكننا لا نقوى على جلبه، لأنه كومة لحم في عظام بالية به نفس ضعيف لا يقوى على الحراك، ملقا على فراش، ونخاف إن حملنا إن حملناه من فراشه يموت وهو في الطريق. قال هيئوا كل أسباب الراحة له وأتوني به. هيئوا كل الأسباب، جاءوا به معزز مكرم بين يدي هارون. هارون التفت إليه قال أرأيت النبي صلى الله عليه وآله؟ قال الرجل نعم. ومتى؟ قال جاء بي أبي لما كنت صبيا وأجلسني عند منبره صلى الله عليه وآله. فقال هارون هل سمعت منه شيئا؟ قال نعم سمعت منه شيئا وحفظته. قال وماذا سمعت منه؟ وماذا سمعت منه؟ قال سمعته يقول يشب ابن آدم وتشب فيه خصلتان، الحرص وطول الأمل. هارون استأنس، استبشر هارون. قال اعطوه 1000 دينار وردوه إلى مكانه. هذا الرجل أخذ الأموال وهو فرح مسرور، حملوا عند الباب قبل أن يغادر قصر هارون، صاحب من يحمله؟ أرجعني إلى هارون، أرجعني إلى الخليفة. قالوا لا يمكن ذلك. قال لا بد أن ترجعوني، عندي مسألة غاية في الأهمية مهمة جدا. أرجعوا هارون تعجب، قال ولم جئت؟ ماذا تريد؟ قال أصلحك الله أيها الخليفة، هذا العطاء الذي أمرت به لي قبل قليل هو لهذه السنة فقط أم للسنوات اللاحقة؟ هنا ضحك هارون، قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يشب ابن آدم وتشب فيه خصلة. يقول أنا ما كنت أأمل أنه تخرج من قصره وأنت على قيد الحياة، أنت تأمل أنه تعيش إلى سنوات، شوف عمره لا أقل 170 سنة ملقا على فراشه لا يقوى على الحراك، ولكنه يطمع بأن يعيش، يأمل أن يعيش سنوات. شوف هذا الإنسان يحمل علما ولكنه لا يتصف بالإيمان. شوف قد يمتلك الإنسان المعلومة في ذهنه، لكن امتلاك المعلومة لا يصيره مؤمنا. الإيمان يحتاج إلى مؤنة زائدة. الإيمان يعني الالتزام بلوازم المعلومة، حينما أعلم بهذه الحقيقة لابد أن ألتزم بلوازمي. إذا التزمت بلوازمي حينئذ يقال عني أني مؤمن. إذن الشرط الأول، الشرط الثاني، الشرط الثاني في العمل ليكون صالحا موافقته للسنة. ما يصير هذا الإنسان يأتي بعمل ويخترع من عند عمل ويكون ذلك العمل مخالف للشرع، وبعد ذلك يتصور هذا الإنسان بأن هذا العمل عمل صالح. لعلكم سمعتم بقصة ذاك الرجل اللي كان يسرق الخبز أو يسرق الرمان ويتصدق به على الفقير. في أحد الروايات الإمام الصادق سلام الله عليه صادف ذاك الرجل، وقف على بائع خبز سرق قرصين وتحول تصدق بهما، وقف على بائع رمان سرق رمانتين وتحول وأخذ يطعم بهما فقيرين محتاجين. الإمام الصادق سأله ماذا تصنع؟ قال تصدق. قال ومن مال من تتصدق؟ لقد رأيتك تسرق هذا الخبز، تسرق الرمان،
فقال نظر الرجل إلى الإمام الصادق قال عليك سيماء بني هاشم أظنك أنك من بني هاشم. قال له الإمام نعم. قال أصلحك الله، الله عز وجل يقول فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أنا عندي الآن تسع حسنات. فقال الإمام الصادق يا أحمق، أتريد أن تطيع الله؟ أنت تريد أن تطيع الله من حيث لا يرتضي؟ الله عز وجل لم يشرع لك ذلك. أنت تسرق وبعد ذلك تريد تصدق؟ شوف هذا مخالفة السنة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث شرط مهم جدا، وهو شرط الإخلاص. الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا شرط صعب مو سهل. أن يتحرك هذا الإنسان ولا يرتضي إلا وجه الله عز وجل، لا ينظر في أعماله إلا رضا الله عز وجل. صعب هذا الشرط لكنه شرط أساس. العمل إذا افتقد إلى الإخلاص وإن بدا في نظر الناس عمل حسن نافع ولكنه ليس بالعمل الصالح. يكون نتعلم الإخلاص. كلمة جميلة لأحد الأعلام سمعتها أحد الفقهاء، يقول نحن وللأسف الشديد لا نربي أنفسنا وأولادنا على ثقافة الإخلاص، ونحن نفتقد ثقافة الإخلاص. نعلمهم كيف يأكلون، كيف يلبسون، كيف يتحدثون، كيف يتعاملون مع الناس، لكن ما نعلمهم منذ نعومة أظفارهم الإخلاص. يعني إذا قام بالعمل يريد فقط وفقط من خلاله وجه الله. ويعطي مثال حسي عملي. يقول أنتم شفتون أب من الآباء يدفع ابنه للدراسة من أجل رضا الله عز وجل؟ كله فقط وفقط يريد يحصل على الشهادات ويحصل على الوظيفة ويحصل على المرتب المجزي ويحصل على الأمور الدنيا. يقول يدفعه نحو طلب العلم من أجل فقط وفقط هاي الأمور المادية، بل يغرس فيه ذلك منذ نعومة أظفاره. يعني لا يطالبه أصلا، بل لا يعلمه ضرورة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول وقس على هاي الحالة بقية الحالات، قس عليها بقية الحالة. يقول لذلك نحن لا نتربى على حالة الإخلاص منذ نعومة أظفارنا. يقول نحن نحتاج إلى بث ثقافة الإخلاص ونتعلم تلك الثقافة من أهل البيت سلام الذين شهد لهم القرآن بذلك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تعال شوف سيرة فاطمة سلام الله عليها، سيرة فاطمة سلام الله عليها، تلك السيرة العطرة. في كل خطوة من خطواتها كانت سلام الله عليها تريد وجه الله فقط. يتقدم أمير المؤمنين لخطبتها، يأتي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يخبرها بذلك، فتقول أرضي الله بذلك؟ فيقول لها النبي الأكرم نعم يا بني رضي الله بذلك، فتقول إني راضية بما رضي به ربي. تشايفين اليوم إذا واحد تقدم لخطبة فتاة، الفتاة هاي حتى لو كانت مؤمنة تقول هل هذه يعني تنظر فقط وفقط إلى رضوان الله عز وجل؟ هنيئا لهذه الفتاة المؤمنة التي لا تنظر إلا لرضا الله ووجه الله عز وجل. في مثل كثير من الفتيات أبدا تنظر شنو وظيفة هذا الشاب، شنو من أموال يمتلك هذا الشاب، شنو من شروط عندها حتى تريد يوفرها هذا الشيء.
كل لا ضير في ذلك، لكن بعض الأمور بعض الشروط تكلف الشاب فوق طاقته. عن اليوم يعني مراسيم الزواج للأسف الشديد أقولها بكل مضاضة أصبحت مكلفة للغاية نتيجة هذه الأمور التي تعارف عليها الناس ولم ينزل الله عز وجل بها من كتاب، فقط لأجل التجمل، فقط من أجل إبراز، من أجل إظهار الفرح بأنه فرح مميز، حفل مميز. لذلك ما تراعى المسائل التي نلتقي بها في سيرة الرسول، سيرة فاطمة سلام الله عليها، السيرة تحكي الإخلاص، بل جسدت سلام الله عليها الإخلاص بأروع صورة ومثال، بأروع صورة ومثال جسدته بأبيه وأمه. يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، يراها تدير الرحى بيدها، بيدها المبارك، وفي حجرها الحسن أو الحسين، وقد أنهكها عمل الدار، فيبكي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله رحمة له ويقول: بني تعجلي حلاوة، تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. فماذا تقول؟ تقول: الحمد لله على نعمائه وله الشكر على آلائه. يعني فقط وفقط تنظر إلى الله عز وجل. هذه فاطمة سلام الله عليها التي اصطفاها الله عز وجل وجعلها رحمة للعالمين. هي النسمة الميمونة الرحمة الموصول. لكن أسفي عليها، فارقت الحياة وهي في عنفوان شبابها. أسفي عليها سلام الله بعدما لاقت ما لاقت من المصائب والآلام. رحمة الله على الشيخ محمد حسين الأصفهاني، هذا الفقيه العارف، يقول: لهفي لها لقد أضيع حقها حتى توارى بالحجاب بدرها، تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان. يقول: حتى اللسان يعجز عن بيان مصائب فاطمة سلام الله عليها، لأن مصائبها عظيمة وعظيمة للغاية. ماذا رأت؟ يقول: ولا تسلني خبر المسمار، سل صدر خزانة الأسرار، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، وجاوز الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي، واحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة. أقول: ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين. ترى قلب الإمام أمير المؤمنين تفطر، خصوصا في تلك اللحظات التي وقف على ذلك الضلع المكسور. يقال أنه كان يغسلها في جوف الليل من وراء الثياب كما أوصت، لكن مرت يده الشريف على موضع ضلعها، رأى تغيرا في بدنها، تناول الضياء من يد أسماء قربه إلى ذلك الموضع، ثم رمى الضياء من يده. ماذا صنع؟ الراوي يقول: خرج الإمام وضع رأسه على الجدار وصاح: وفاطمة
جاءت أسماء سيدي ومولاي لما تركت غسلها ليش ما تكمل؟ فأجابها يا أسماء لا تلوميني فقد رأيت ضلعان من أضلاعها مكسورة. ضلع واحد عليه رخص دموع العين وظل يبجي وينحب ويصفج الشفين بالله شلون لو عاين ضلوع حسين. ذاك اليوم خيل القوم رضن الله ليلام أمير المؤمنين لما يقف على قبرياء يقول الراوي كادت روحه تخرج أسا عليها وهو يقول لكل اجتماع من خليل فرقة وكل الذي دون الفراق خليل وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليلو. يقول جنت دايم أوصي الناس يصبرون فقد الأحباب ما ظنيت في لحظة يزلزلني يا زهر مصاب وتالي الأمور يا روحي أدفن قلبي بالتراب على الدنيا العفا بعدك يا عمري يا زهرة عمري يا أم حسين. أريدك تتصور الإمام أمير المؤمنين، أريدك تشوف الإمام أمير المؤمنين بقلبك وهو على قبر فاطمة وقد رش القبر بدموع عينه وهو يخاطبها بلسان الحال. شي يقول له؟ يقولها تركتيني يا روح الروح متمرمر تركتيني ورحت بعين ملطومة بلطمة نعمت عين يا ريت الكسار ظل عينيك يا زهرة كسار ظل عينيك ولا أتنفس بدنيا منتي فيها يا أم حسين. إذا عندك حاجة حضر أي أبيات الدعاء يقلها شلون أنساك يا فاطم وانت فكر ليل نهار ما أقدر أرد للدار ومن نورك خلي الدار ولو رديت ما أقدر أشوف الدم على الجدار ولو رديت ما أقدر أشوف الباب والمسمار إذوب فادي من ألماح زينب لو حسن وحسين. فطر قلب رؤية العقيلة زينب فطرت قلبه لما رجع من قبر فاطمة ونظر إلى العقيلة زينب ورآها تبكي على أمها فاطمة تقول بلسان الحال تقول له يا أبوي أشوف هالمسمار بعد مخضب بدمه يا أبوي أشوف هالمسمار بعد مخضب بدمه بعيني
الله يساعد خلوكم يا سادة. بعيني بعيني والله خلف الباب شفت الرجس يلطم ورد لي هالعبد بالصوت وعلى الأضلاع ألم شلون اتهنى بالدنيا وماتت أم حسن وحزين اي شلون اتهنى بالدنيا وماتت ام حسن وحسين بنت من ام من حليلة من ويل لمن سن ظلمها واذاها يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا. اللهم عجل لوليك الفرج سهل له المخرج اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه شرفنا بلقائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ وسدد وأيد حماة الدين. اللهم ومن أراد الإيمان وأهل الإيمان بسوء فأرده ومن كادهم فكده واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقيما إلا شفيته ولا أسيرا إلا فككته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. السعيدة الفقيدة جاء في الأرض عن جنبيها أصعد إليك بروحها لقها منك برهانا اجعلها اللهم من رفقاء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم احشرها مع نبيك وأهل بيت نبيك في مستقر من رحمتك وارحمنا وإياها برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحم الله من قرأ لروحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء. الفاتحة مع الصلوات.